السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أحبتي. هذا أخوكم ماجد من قناة ألعاب ماجد. اليوم جايب لكم لعبة روبولكس. الحقيقة روبولكس عشاقها يعني كثيرين، وهي ألعاب روبولكس تحتاج إلى تركيز عالي، تحتاج إلى دقة، تحتاج إلى ذكاء أيضا، ولا أهم شيء يعني من هذا وكله هاي تحتاج إلى المهارة، لأنها من ألعاب المهارات العالية. فهاي اللعبة تسمى باركور، راح نلعب اليوم الجزء الأول منها أحبتي، وإن شاء الله تحوز على رضاكم وإعجابكم. بديت بالمرحلة الأولى، شايفين لازم تتبعون الرسم طبعا. لكم الألعاب الجميلة، يعني أنا أحبذ خاصة الأطفال يلعبونها، لأنها يعني ألعاب ذكاء مو طبيعي، يعني مو بس ذكاء، مهارة، أهم شيء المهارة بيها والتركيز. تعلم الأجيال على التركيز، شلون يركزون بحياتهم مهارتهم. ألعاب الروبلوكس طبعا ظهرت أخيرا وعشاقها كثيرين، فحتى لا يقولون نسيت عشاق روبلوكس، جبت لهم اليوم اللعبة روبلوكس باركور. شايفين؟ الله كلش هاي سهلة. المرحلة الجاية ما أعتقد فيها فد شي، يعني الآن تبدي المرحلة الصعبة. مجرد ما تحوش العارضة العرضانية راح تبطل طبعا، تنتهي. شايفين عملية توازن، والمهارة مو بس التوازن، مهارة بس تصير مع التوازن مع الدقة. هاي سهلة، فيها مراحل سهلة ومراحل صعبة. يعني لو أحوش الصفرة العرضانية أنتهي. جيد، عبرناها. أي نوعا ما سهلة يعني. الآن مستطيلات المربعات، أي شوية أسهل من ذيك العارضة. الطرف كلش هاي الطرف، اوف والله كان رحت. هاي تعب اللعبة، هاي المفروض يلعبها يقعد يوم كامل يلعب لعبة واحدة ويقعد يوم كامل. التركيز، التركيز ماله عالي، إجهاد على عيونك وعلى. أنا ما أنصح باللعبها يعني دائما، العبها وارتاح، العبها وارتاح إذا كنتش. الله، هاي مرحلة صعبة كانت، عبرناها. طيب
الآن هاي المرحلة كانت صعبة. العارضة البيضة إذا تحوشها تروح تبطل. طيب تبطل تحتاج إلى توازن وتركيز فيها عالي، فما حبيت تلعبها يعني 24 ساعة، لأن الإجهاد فيها راح يأثر على عيونك وعلى جسمك ككل يعني. طيب هاي صعبة نوعا ما. يعني هاي سهلة نوعا ما، بس شوية تركيز. هي المراحل كلها تتعب على الطرف كل الشارع. يعني راح نمشي على الكارت الأبيض. الله الإجهاد اللي على العيون. أعتقد راح ألعب آخر مرحلة. تم تحتاج تركيز عالي، تركيز عالي يتعب الجسم كله يعني عموما. بها آخر مرحلة راح ألعبها، وأتمنى إن اللعبة تكون حازت على إعجابكم، وألقاكم إن شاء الله في ألعاب جديدة. هذا أخوكم في أمان الله.